بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف المرسلين أبناء الطلبة سنقوم من خلال هذا الفيديو على الكتابة العلمية لعدد عشري التي يقوم بدراستها السنة الرابعة متوسط والسنة الأولى ثانوي مع درس زائد تطبيقات محلولة إذا ننطلق على بركة الله في الأول عندنا تعريف أولا علينا أن نقوم بمعرفة الكتابة العلمية إذا الكتابة كتابة عدد عشري على الشكل العلمي تعني التعبير عنه على الشكل ماذا؟ لاحظوا على الشكل أ في عشرة قوة آن أو ناقص أ في عشرة قوة N نتابع جيدا معناه إما له هذه الكتابة أو إما أنه له هذه الكتابة حيث ماذا؟ نتابع جيدا حيث أن A عدد عشري أولا A عدد عشري يحقق لنا الشرط لاحظوا هذا الأ يجب أن يكون محصور ما بين ماذا ما بين الواحد والعشر أكبر يعني مباشرة من الواحد يكون أكبر تماماً من الواحد يعني حتى ولو كان مثلاً واحد فاصل مثلاً اثنان أما يكون واحد لا ويكون يصل إلى حتى إلى العشرة وآن كيف هو هذا الأس يعني هذا الأس يكون عدد صحيح نسبي يعني يمكن أن يكون مثلاً ناقص اثنان كما يمكن أن يكون لنا اثنان اما ان يكون مثلا آه يكون لنا هذا الان صفر فصل فلا يمكن لان هذا ليس عدد صحيح نسبي. اذا هذه اولا التعريف، ها هي الان الامثله، نتابع جيدا، امثله. عندنا في الاول لاحظوا جيدا، عندنا كتابتان عشريتان لعدد. لاحظوا عندنا هذا العدد. وعندنا هذا العدد. نتابع جيدا. سوف نطبق ماذا؟ سوف نطبق التعريف حرفيا. قال آ آه عدد عشري يحقق ماذا يحقق؟ أنه يكون هذا الآ الذي يأتي هنا يجب أن يكون محصور ما بين الواحد والعشرة معناه هنا العدد كبير جدا نتابع نقول واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية معناه نضع الفاصلة هنا إبنائي هذا المكان الذي أريكم إياه هنا حتى يصبح هو لاحظوا الا الا معناه ما هو نتابع جيدا نقطه بنقطه لاحظوا الا ماذا يصبح ابناء يصبح الكتابه العشريه هي هذه ركزوا تصبح واحد فاصل ثمانية وعشرون في عشرة هو ثمانية لماذا؟ لأن أزحنا لاحظوا إزاحة الفاصلة ثمان مراتب نحو اليسار يعني جئنا إلى هذا الاتجاه كانت هنا الفاصلة في الاصل في هنا لان هنا 0,0. ماذا نجعل؟ نقلنا 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، ووضعنا الفاصلة هنا. يقول احدكم لماذا لم نضعها هنا يا استاذ هنا في هذا المكان تصبح 12 فصل؟ لان يصبح الآية أبنائي لا أكبر من ال 10، وهذا الشرط قد أُختل تطبيقه. هذه بالدرجة الأولى. إذا تصبح هكذا 1.28 في 10 قوى 8. نأتي الآن إلى الحالة الثانية، الحالة الثانية أن الفاصلة لاحظوا أين كانت، علينا أن نحولها إلى هذا الاتجاه، إلى ماذا؟ صفر إذا واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة هنا، هنا كتبنا أولا قوة ثمانية، لماذا؟ لأن جئنا إلى الجهة الكبرى. جينا لهذا إلى هذا الاتجاه إذا جئنا هذا الاتجاه نقول عشر قوة أما إذا رجعنا إلى اليمين هكذا نقول عشر قوة ناقص هنا قوة زائد ثمانية أما إذا رجعنا بالفاصلة إلى هذا الاتجاه نقول عشر قوة ناقص دائما هذه أما إذا كنا هنا وجئنا إلى هذا الاتجاه نقول عشر قوة زائد مثل ما هو مشروح هنا على آآ. الآن هنا كم أنت رجعنا إلى اليمين لاحظوا كنا في هذا المكان إذن قلنا واحد اثنان يقول احدكم لماذا لم تحسب هذا يا استاذ؟ لا هذا ليس لنا دخل فيه. نحن نرجع اين ننقل الفاصله؟ قلنا واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة نضعها هنا لماذا وضعنا هنا حتى تصبح سبعة فاصل فاصل حتى يتحقق هذا الشرط يعني الأ قلنا محصور ما بين العشرة والواحد لو حولناها إلى مثلا إلى هنا إلى هنا تصبح 75 75 أكبر من العشرة وهذا لم نطبق القانون بحذافيره إذا لاحظوا ماذا سوف يصبح لكم أبنائي بكل بساطة تصبح لنا ناقص هذا النقص نتركه كما هو في سبعة إذا سبعة فاصل خمسة في عشرة قوة كم ناقص عشرة لماذا لأن الفاصلة قد زحزحت بعشر مراتب إلى ماذا؟ إلى اليمين، إذا عشر مراتب نحو اليمين، قلت إذا انطلقنا هكذا نقول عشر قوى ناقص، بما أن رجعنا ب عشر مراتب معناه كم عشر قوى ناقص عشر. بهذه البساطة المطلقة فقط أبنائي. هذه مثلا من هذه الجهة، نأتي الآن إلى تعريف آخر وأبسط منه بكثير، ما هي الكتابة العلمية؟ الكتابة العلمية لعدد تقتضي أن نكتب هذا العدد على شكل عدد محصور، لاحظوا، بين واحد وعشرة مضروبا في قوى عشرة مثل ما كنا نتحدث الآن لاحظوا هذا المفهوم الكتابة العلمية يستعمل أولا أين نستعمل الكتابة العلمية يستعمل لكتابة الأعداد الكبيرة جدا أو ماذا أو الصغيرة جدا بشكل عام في الفيزياء أو الكيمياء على سبيل المثال عندنا لاحظوا تزن الأرض لاحظوا كم تزن الأرض يعني عدد لا يمكن حتى نعرف قراءته كيف نجعله أبنائي بكل بساطة يعني لما نحوله إلى كتابة علمية طبقا لذلك القانون الذي قلنا أنه نرجع بالفاصلة ونترك عدد محصور ما بين الواحد والعشرة تصبح باستعمال الكتابة العلمية هذا العدد يصبح لاحظوا كم ركزوا يصبح بأبسط طريقة ستة فاصل أربعة في عشرة قوة ناقص أربعة وعشرون وهو أكثر سهولة يعني بكل بساطة هو أكثر شيء يعني الفواصل اللي رجعت بأربعة وعشرون مرة بعدما كانت الفاصلة مثلا هنا نقلت إلى هنا بهذه البساطة نتابع جيدا عندنا كذلك للقراءة والتمثيل من العدد الأول ها هو مثلا كتابة علمية لاحظوا هذه مثلا كتابة علمية هذه هي كتابات علمية للقراءة والتمثيل من العدد الأول نتابع جيدا كذلك هي كتابة علمية نتابع نتابع كذلك بينما هي لاحظوا بينما إلى هذه 24 في 10 قوة 2 و 0.7 في 10 قوة ناقص 1 لاحظوا و 73 هي أولا 73 ليست كتابات علمية لأن الكتابات العلمية قلنا أن نجد مثلا في 2 فاصل عدد في 10 قوة <تصفيق> <تصفيق> ثلاثة قوة صفر فاصل لا هذا لا يطبق عليه القانون هذه بالدرجة الأولى عندنا كذلك أبنائي نتابع عندنا أمثلة نتابع أمثلة أخرى عندنا لكتابة ثلاثة وثمانمائة بشكل علمي نكتب ماذا لاحظوا جيدا نكتب قلنا أن نأتي بالفاصلة إلى هنا ونلاحظ كم تصبح واحد اثنان ثلاثة يعني في عشرة قوة ماذا؟ قوة ثلاثة معنى نكتب هذه ثلاثة فاصل ثمانية في عشرة قوة ثلاثة بهذه البساطة فقط لأن نطبق الآن تعريفها في نتابع جيدا عندنا ثم نكتب ماذا؟ مثل ما قلت نكتب ثلاثة فاصل ثمانية في عشرة أس ثلاثة عندنا كذلك أمثلة <applause> عفوا أمثلة أخرى لاحظوا إلى هذا العدد اللي هو ماذا؟ هو ستة في عشرة قوة ناقص خمسة لاحظوا في الأول كيف كانت كتابته أصبحت كتابته بهذه البساطة نتابع جيدا كذلك الحسابات باستعمال أو باستخدام الكتابة العلمية عندنا قبل أن نستخدم الكتابة العلمية يجب أن تكون على اطلاع بقواعد حساب القوى العدد التي عشرة التي هي نتابع جيدا معناه ما معناها من هذا يعني عندنا بعض خواص القوى ابنائي عليكم بمعرفتها من بين خواص القوى عندنا ماذا عندنا اذا قلنا مثلا خمسة مثلا قوة اثنان زائد ثلاثة في الاصل ما هي حتى يعني تعلموا هي خمسة قوة اثنان في خمسة قوة ثلاثة يعني طبقا للقانون هذا فقط يعني يمكن تفكيك القوى فقط عندنا كذلك خاصيه اخرى او كذلك مع العشرة، عشرة قوة مثلا أربعة، ماذا تساوي؟ تساوي لنا عشرة قوة مثلا ثلاثة زائد واحد، وتساوي لنا عشرة قوة ثلاثة في عشرة قوة واحد. قوموا بجمع القوى كذلك تجدون نفس القانون. عندنا كذلك أبنائي نتابع. عندنا القوة القاعدة الثانية، أ آه إكس في آه قوة أ آه ناقص بي يساوي لنا إكس قوة أ على إكس قوة ب مثلا نعطيكم مثال مثلا عندنا نتابع مثلا عندنا عشرة قوة مثلا أربعة ناقص اثنان ما هي؟ هي عشرة قوة أربعة على عشرة قوة اثنان أعطيكم دائما أمثلة بالأعداد حتى تكون الأمور جد بسيطة الآن عندنا ماذا كذلك؟ نتابع عندنا قانون آخر قوة القوة تساوي جداء القوتين. إذا قلنا مثلا ثلاثة قوة اثنان الكل قوة مثلا خمسة، ماذا تساوي أبنائي؟ تساوي ثلاثة قوة اثنان في خمسة، وتساوي لنا ثلاثة قوة عشرة. يعني قوة القوة تساوي كذلك جداء القوتين. عندنا كذلك آه فتمرين في السنة الثالثة من هذا النوع، نتابع جيدا. ها هو التمرين. قال أ آه يساوي إذا نكمل، نتابع لي. لاحظوا إن عندنا هذا العدد اللي هو أ يساوي لنا اثنان في عشرة قوى أربعة في تسعة في عشرة قوى ناقص واحد على ثلاثة في عشرة قوى أربعة. يعني هنا نستعمل إلا خصائص القوى أبنائي يعني الأمور جد بسيطة. يتطلب معرفة القواعد السابقة حتى نصل إلى النتيجة التالية. ما هي النتيجة التالية؟ لاحظوا جيدا أبنائي كيف تتم العملية. عندنا ماذا يمكن؟ يمكن أن نقول أنه هذا يصبح مضروب في هذا كم؟ 18 تصبح 18 وعندنا هذا في هذا قلنا ماذا نفعل؟ جمع القوى قل... لاحظوا جيدا قلت جمع القوى معنى تصبح في 10 قوة 4 ناقص 1 نأتي الآن إلى المقام المقام هو 3 في 10 قوة ماذا؟ قوة نتابع قوة 4 نتركه كما هو يصبح ماذا يساوي؟ يساوينا 18 على 3 وهنا تصبح عشرة قوة ثلاثة على هنا لاحظوا على عشرة قوة أربعة متابعين يعني الأمور بكل بساطة يختزل هذا مع هذا كم تصبح أبنائي؟ تصبح لنا ستة في ماذا؟ وكذلك هذا يمكن كتابته هو عشرة قوة ماذا ثلاثة؟ قلنا هذا له الحق أن يصعد هنا يصبح في عشرة قوة ناقص أربعة قلنا العدد إذا انتقل القوة هذه يمكن أن تنتقل من البسط إلى المقام وتغير إشارتها تصبح القوى ليس العدد، 6 في 10 قوى 3 ناقص 4 وتساوي لنا ماذا؟ 6 في 10 قوى ناقص 1 بهذه البساطة لم نفعل شيء الا تطبيق خواص القوى التي كنت اذكرها هنا فقط ما هي الخواص؟ الخواص هي هذه ثلاث عناصر عليكم بحفظ قواعدها هذه أبنائي عندنا كذلك متابع جيدا سوف نأتي الآن إلى مثال آخر يعني نريد كتابة علمية لاحظوا جيدا عندنا ب بما هي قيمته لاحظوا بي يساوي لنا صفر فاصل صفر أربعة في عشرة قوة ناقص واحد على اثنان في عشرة قوة ناقص خمسة يريد أن نكتبه كتابة بسيطة نتابع جيدا إذا أولا لو نلاحظ جيدا إلى هذا العدد كيف يمكن كتابته اللي هو صفر صفر أربعة يمكن كتابته اللي هو ماذا؟ هو أربعة في عشرة قوة ناقص اثنان يعني بعدما كانت الفاصلة هنا نزيحها إلى هنا قلت نزيحها إلى هذه الجهة ونجعل قوة عشرة قوة ناقص عشرة قوة ناقص ثم ماذا تصبح في ماذا في عشرة قوة ناقص واحد والمقام اللي هو اثنان في عشرة قوة ناقص خمسة نتابع أبنائي لاحظوا إذا تصبح 4 في 10 قوى ناقص 2 في 10 قوى ناقص 1 على 2 في 10 قوى ناقص 5 اماذا يصبح؟ تصبح هكذا العملية جد بسيطة عندنا قلنا 10 في 10 أنا هنا نجمع ماذا؟ نجمع الأسس لما نجمع ناقص 2 مع ناقص 1 تصبح ناقص 3 نتابع جيدا ونكمل رويدا رويدا ماذا ينتج أبنائي؟ ينتج أنها تصبح 4 على 2 وهذا يختزل معناها تصبح كم؟ لاحظوا تصبح أربعة اثنان وعندنا هذا مع هذا اللي هو عشرة قوة ناقص ثلاثة هذا يمكن له أن يأتي إلى هنا ماذا يصبح؟ يصبح في عشرة قوة خمسة نجمع القوى ما تصبح عشرة قوة خمسة ناقص ثلاثة ويسعنا عشرة قوة اثنان لاحظتم يعني كل الأمور يعني جد بسيطة لما نكون نحفظ القوانين ها هي كما تلاحظون هنا أبنائي وتصبح تسوينا بعد اختزال ها هي القاعدة بأبسط طريقة تصبح اثنان في عشرة قوى اثنان فقط وهي كتابة الآن علمية نتابع جيدا مع المثال الأخر عندنا كذلك سي السي. السي لاحظوا ما هو هو أربعة في عشرة قوة ناقص هو عشرة قوة أربعة في ستة في عشرة قوة ستة على اثنان في عشرة قوة اثنان هنا لا نخاف أبنائي يعني جد الأمور جد بسيطة أولا عندنا هذا في هذا كم يصبح اكيد يصبح يساوي اربعه وعشرون على اثنان في وعندنا هذا في هذا قلنا نجمع ماذا نجمع القوى معناها تصبح في 10 قوى 10، والمقام يصبح في 10 قوى 2 يختزل هذا مع هذا، ماذا يصبح؟ يصبح أكيد اللي هو 12، ثم عندنا في 10 قوى 10، وهذا يصعد إلى هذا المكان ويغير إشارة قوته، معناها تصبح في 10 قوى ناقص 2 وتصبح لنا 12، في ماذا؟ في 10 قوى ماذا؟ هو 8، لكن هل هذه هي الكتابة العلمية؟ سوف نلاحظ. نتابع جيداً. إذا ماذا ينتج أبنائي ينتج مثل ما كنت أشرحه هنا كذلك وصلنا إلى هذه لكن الكتابة العلمية تصبح مكتوبة من الشكل ماذا لاحظوا جيدا تصبح واحد فاصل لأن 12 لا يمكن أن نقول كانت في عشر 12 في 10 قوة ثمانية هذه ليست كتابة علمية بما أن الفاصلة موضوع هنا نأتي بها إلى هنا ونجعلها هكذا وتصبح في عشرة قوة واحد لأن الفاصلة كانت هنا قد زحزحت إلى اليسار معناه وتصبح واحد فاصل اثنان في عشرة قوة ماذا تسعة فقط. وعندنا تمارين يمكن لكم انجازها ابنائي ها هي امامكم، لاحظوا سوف اترك لها لكم حتى تعلموا، هنا ست تمارين تعلموا من خلالها يعني كيفيه العمل بالكتابه العلميه وها هي جد الان واضحه وفي الاخير، اتمنى قد استفدتم من هذا الدرس وزوروا موقعًا اللي هو صفحه الفيسبوك للاستاذ للاستاذ نور الدين. ليصلكم جديدنا باستمرار كما لا تنسونا بالدعاء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته